هنا أولا الأمر يتعلق بممارسة مهنة برسلية كونجادية هذه هنا المولوجي لها محدد بقانون وما على المجلس الوطني للصحافة ولا على النقابة الوطنية للصحافة ولا على هيئة المنشرين ولا على الصحفيين إلا احترام القوانين. قوانين تنص على ما تنص عليه اليوم. يجب أن يتوفر كل ممارس للعمل الصحفي على بطاقة الصحافة المهنية أو سيكون خارج الإطار القانوني. إلا بغينا شي حاجة واحدة أخرى ما خصناش نترافعوا الآن على واش عنده الحق يدير التغطية ولا ما عندوش الحق يدير التغطية. أولا يجب التفكير في تعديل القوانين لأنه ما يمكن إلا تطبيق القوانين. القوانين الآن تنص على ما تنص عليه، هناك شروط للولوج إلى المهنة. وأيضا يجب أن نعترف بأن فسح المجال على مصراعيه راه غادي ينتج الفوضى، وبالتالي راه عندنا الآن في المغرب أكثر من 1200 موقع إخباري ما عندهمش الملائمة وما عندهمش الوضع القانوني، يمارسون خارج الإطار القانوني. وعندنا مئات صفحات الفيسبوك، وعندنا مئات ديال المؤثرين الاجتماعيين، وبالتالي ستختلط الأمور. نحن في النقابة الوطنية للصحافة المغربية ندعو إلى التمييز بين حرية التعبير والرأي، وهذا حق مقدس ويجب أن ندافع عليه ونترافع من أجله، وبين ممارسة مهنة الصحافة. لا يمكن أن نقف في وجه أي شخص، أي مواطن في حقه في الولوج إلى مهنة من المهن بما في ذلك مهنة الصحافة، ولكن يجب أن يتوفر على شروط محددة. لا يمكن للمحامي أن يكون محامياً إلا إذا كانت تتوفر فيه الشروط القانونية، والطبيب والمهندس والصيدلاني والتاجر والفلاح. وبالتالي هناك قوانين تنظم الممارسة المهنية في البلاد. نحن مع التعدد، نحن مع الاختلاف، نحن مع حق الجميع في الولوج إلى 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 المعلومة، ولكن بالنسبة لممارسة مهنة الصحافة يجب أن تكون هناك ضوابط كما موجودة في العالم بأسره. في أي دولة من الدول إن لم تكن صحفيا لا يحق لك أن تمارس مهنة الصحافة، إن لم تكن صحفيا محترفا ومهنيا لا يمكن أن تنتج منتج إعلامي مهني. وبالتالي موازاة مع ذلك بالنسبة للمقاولات الصغرى والصغيرة يجب أن نشتغل جميعا على الرفع من قيمة هذه المقاولات، يجب تشجيعها مثلا في إطار تجميع المؤسسات الإعلامية في وحدات إعلامية كبيرة ومتوسطة، يجب دعمهم ماليا، يجب دعمهم فيما يتعلق بالتكوين والتخطيط لينتقلوا من مستوى لا وضع قانوني إلى مستوى وضع قانوني سليم. وهذه من مسؤوليات الهيئات التمثيلية، من مسؤوليات الحكومة، ومن مسؤوليات الفاعلين الرئيسيين في هذا الحق. وبالتالي نحن لسنا ضد أي جهة ما، ولكن نحن نسعى إلى تنظيم هذه المهنة، إلى تنظيم هذا القطاع بما يستجيب لانتظارات المجتمع المغربي من الجميع. بون كيما تبعتوا فالنقاش اللي كان مع النقابة الوطنية للصحافة بالمغرب اللي نظمتو فرع الرباط، فهو كان واضح وصريح وشفاف، وحتى في الكلمة ديالي حاولت نخرج من 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 اللغة ديال سوفا ولغة تندريا ودخلنا للواقع. درنا عمليات تشخيصية ما يقع داخل مقاولاتنا الإعلامية والصعوبات التي تتعاني منها المقاولات الإعلامية، ووضحنا هذا السبب ديال هذا البوليميك اللي أنا تعتبره فارغ وتروجت فيه مجموعة من المغالطات غير صحيحة. الهدف ديالها معروف، هو كاين حرب مواقع. احنا ما عندناش حرب مواقع، احنا في الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين الهدف ديالنا واضح، وهو إعادة تأهيل وتطوير المقاولات الإعلامية بمفهوم جديد للصحافة في الممارسة الصحفية في المغرب. الصحفي خصو يشتغل في شروط وظروف عيش تتحترم ومكانته الاجتماعية. المقاولة الإعلامية بغينا مقاولة إعلامية قوية، لما لا تكون تنافسية مثلا على الصعيد الوطني بل على الصعيد القاري أو العربي أو الجهوي أو لما لا العالمي. بغينا مقاولة صغرى. النقاش اللي خرج مؤخرا ديال أننا نحن في الجمعية ونقابة نحارب المقاولة الصغرى فهو خطأ وخطأ وخطأ، وواضح الأدب دياله. فحنا ولا لاحظتوا حتى في الجمعية، فحنا احترمنا على واحد الكريتير
بزاف ديال المقاولات الاعلاميه الوازنه الواضحه القويه اللي تتشغل مجموعه من من من, من, من العاملين بشروط تطلب لهم العيش الكريم، ورفضنا اننا نساقوا نحو واحد التوجه اخر اللي كان يمشي نحو الكم، والكم اللي هو تعطينا مقاولات ذاتيه بمدير النشر برئيس التحرير بشخص واحد. فهذا الشيء احنا رافضينه، احنا مع المقاوله الصغرى ومع المقاوله المتوسطه، بشرط هو انها تكون مهيكله منظمه تحترم الاتفاقيه الجماعيه. فاي مقاوله ما تهمناش بطبيعه الحال، درنا مجموعه من الشروط، ولكن حتى المقاولات الصغرى انها درنا لها شروط خاصه بها، ولو انها ما غتتماشاش مع الشروط الموضوعه بالنسبه للمقاولات اللي عندهم واحد رقم معاملات معين، ولكن حتى هي مستقبلا ان شاء الله الى التزمات بالاخر حتى هي غادي تمشي ان شاء الله من الصغرى المتوسطه وللملاء الكبيره. شكرا. سؤال هناك، اسمح لي، اعتقد بانه هذا كان نقاش مهم جدا، لانه اولا كان فيه وجهات نظر متعدده، كان فيه جدل حقيقي، مما يؤكد على انه مهنه الصحافه والاعلام هي واحد المهنه اللي اكيد انها كطرح تساؤلات ماشي غير في المجتمع ديالنا، في مختلف المجتمعات. ولكن اللي نبغي ناكد هو انه بالرغم من اننا نحن مهنيين ونمثل هيئات مهنيه، هذه قضايتهم المجتمع برمته، لم يكن ابدا قضيه الصحافه والاعلام والقوانين والتاطير وغيره تهم المساله فئويه، بمعنى تهم فئه الصحفيين او فئه الناشرين، هي تهم المجتمع، لاننا نحن نشتغل في المجتمع وكنقدموا المنتوج ديالنا للمجتمع. ولذلك السؤال اللي غادي يبقى دائما مطروح واللي اكيد على اننا خصنا نجاوبوا عليه جميع بتعاون كلنا، هو ما الذي يريده المجتمع منا؟ هل المجتمع راضي اولا على الاداء المهني للمقاولات بتفاوت طبعا؟ هل المجتمع راضي على ممارسه المهنه الان؟ ما هي الاصلاحات الضروريه اللي كيخص نقوموا بها باش نتفاعلوا باش نتقدموا؟ مساله الاصلاح في الصحافه والاعلام هي متواصله ومستمره، خاصة وأننا أمام تحولات كيعرفها المجتمع المغربي، لأن المجتمع المغربي يعرف تحولات متسارعة على مختلف المستويات، على المستوى الديموغرافي، المستوى الثقافي، على المستوى الآن العمراني، المستوى الاقتصادي السياسي، وكذلك هناك تحولات كبرى في العالم سياسية جيوسياسية وكذلك تكنولوجيات التي تتطور باستمرار. لا يمكن أن نركن إلى الواقع الحالي ونقول بأنه ما يحصل الآن كافي وليس في الإمكان أبدع مما كان، لا، من المؤكد على أنه خصنا نتقدمه وخصنا نغيره وخصنا نصلحه. ولذلك أعتقد بأن هناك فرصة الآن أتيحت لنا، وهذا الجدل مهم باش أننا نشوفه نشخصوا الوضعية ونمشي ونتقدموا. أظن بأن فتحت الآن هذه الإمكانية ديال الإصلاح، وتم التعبير من طرف الحكومة على أنه كاين استجابة للإصلاح ولمتطلبات الإصلاح، والبرلمان في مجلس النواب اللي كان فيه نقاش مهم وكان هناك الاتفاق على أنه لا بد من قانون إطار. أظن بأنه هذه جوج الهيئات مهمة، سواء الهيئة التنفيذية أو التشريعية، اللي فتحت لنا هذا المجال. هذه فرصة لا بد أن نقتنصها، ماشي غير لمصلحتنا احنا ولكن أيضا لمصلحة المجتمع.